المرخص ديال الوداد وطنجة. هذا الماتش اكتشفنا فيه بينيشو رضا الجعيدي دقيقة السابعة هجمة سريعة كونتر اتاك من طراز الرفيع جيل عناصر الوداد الرياضي تختتم يحيى عطي الله سيمون مصوفا ميسو مصوفا بعدما لعبت بشكل جميل بين سوير مترشي ورضا الشعدي ويحيى عطي الله لاسيست على المباراة. الدفاع ديال الوداد كان في المستوى الشيخ كومارا وداري تعديل الايتي شنو الحسوني حاول يسجل فريق الوداد الرياضي ونتابع ثاني اجمل الكرات كل ما كانش المجد على طنجة النتيجة كانت تكون ثقيلة جميل من طرف الحارس هشام المشهد هنا ابرز فرصة لفريق اتحاد طنجة هي الفرصة الوحيدة كرة توفيق جروت 30 شاد كرة كانت قريبة هنا عرضية تيم العملود خروج المشهد متابعة من الشعدي لكن مرت رضا الجعدي الحارس هشام المشهد كيما قلت لكم بينيشو اكتشاف كبير شوف فين رجع تبارك الله عليه الجوله الاولى والوداد الرياضي يمكن ان نقول لانه بحث من اجل سجل بعض الاخطاء بينيشو دار الصداع بعد كره تهز زقلات للوداد شوف تبارك الله بينيشو بالنسبه لفريق الوداد الرياضي بينيشو دار الصداع لاتحاد طنجه ما كانوش مرتاحين الماتش كامل الجوله الثانيه الوداد بدات كما سالت الكرام ملخص الجوله الثانيه مرات الوداد الرياضي واتحاد طنجه التي تشوف الاول مصطفى الوداد سيمون مصطفى في حدود حسوني. الدقيقه السابعه بدايه الجوله الثانيه مترجي بيض اللعاب والغارديان عمرني ما شفت مترجي فرحان كما دابا من جانب ايمن الحسوني بيض الكابيتان والغارديان يسدد في مرمى الحارس هشام المشهد ويمنع احتلال الاهداف لفريق الوداد الرياضي بعد ذلك تحرك فريق اتحاد طنجه تاكناوتي كان في بلاصتو دار جبت شي كواري مزيانين شوف هنا تبارك الله داري على المبادرات زمط ليا لاطاكون ديال الوداد هاد لاطاكون كتبغى الوداد تجيبو اكسل اتحاد طنجه وتواجد صرامه دفاعيه الوداد عندنا دراري مزيان الراجع كنت نقول الوداد طنجه عندها دراري مزيانين اجروطان با معمر احمد رضا تكراوتي تسديده خالد الصروف هذا الجوله الثانيه كانت وجابوا حماده العشير ديال بركان نصير ديال الوداد المهم تري بيل فيكتوار بدايه مزيانه الركراكي يقدر يخدم على خاطره الله يسر اللهم يسر